معنا دلوقتي على التليفون سيادة سفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة سفير، تحياتي لحضرتك وأهلا وسهلا بك في الحقيقة. أهلا بك يا فندم. لو نتكلم على طبيعة العلاقات المصرية التشادية على المستوى الإفريقي، ما الذي تراه تشاد في مصر ربما لا تجده في أي دولة إفريقية أو عالمية أخرى؟ يعني بالنسبة لمصر حريصة كل الحرص، يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لكافة الدول الإفريقية، وده انطلاقا من الأولوية التي يعطيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز علاقات مصر مع القارة الإفريقية. ونتذكر جميعا أن العلاقات المصرية الإفريقية شهدت طفرة متميزة للغاية منذ أن تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية الحكم في يونيو 2014. وكلنا نتذكر أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هو أول رئيس مصري يقوم بزيارة تشاد في 17 أغسطس 2017. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لمساعدة الدول الإفريقية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهنا خليني حضرتك أشير إلى نقطة في منتهى الأهمية، إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على تشجيع رجال الأعمال المصريين للاستثمار في الدول الإفريقية وفي مقدمتهم تشاد. وهنا لابد من الإشارة إلى الدور الكبير اللي بتقوم به شركة المقاولين العرب في إنشاء بعض الطرق في تشاد، وكذلك إنشاء مبنى وزارة الخارجية التشادية الجديد في تشاد. تشاد بتتطلع إلى الاستفادة من الخبرات التنموية المصرية من جانب، ومن جانب آخر الاستفادة من المساعدات التي تقدمها مصر في كافة المجالات للدول الإفريقية من جانب آخر. هذا فضلا عن نقطة في منتهى الأهمية، تعزيز التعاون العسكري والأمني مع مصر من أجل مكافحة التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة الساحل والصحراء. وكلنا نعلم أن مصر بتستضيف مركز مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء في القاهرة. تشاد بتتطلع للاستفادة من الخبرات المصرية التنموية المختلفة، وكذلك الاستفادة من المساعدات التي تقدمها مصر في بناء القدرات، وخاصة من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة سفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق على هذه المداخلة. هذا عن العلاقات الدبلوماسية والسياسية ما بين مصر وتشاد.